السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة عصير بيعالج الأنيميا وبيرفع نسبة الهيموجلوبين في الدم وبيزود الحديد. أنا هعمل فولدر يا جماعة في جميع العصاير في ملف كده اللي بتعلي وبترفع نسبة الحديد وبتزود الهيموجلوبين. خليكوا دايما معايا وياريت تشتركوا دلوقتي. معانا ايه؟ معانا بنجر هنعمله بأكتر من طريقة، خليكي بس معايا زي ما انا قلت كده. الاول ايه هعمله؟ مش مسلوق، هعمله زي ما هو كده، وهعمل معايا عشان هو بيحتوي على نسبه حديد، فلازم الحديد يبقى معاه فيتامين سي يساعد ان هو يمتص. فيتامين سي بقى عندك هنعمله مع الليمون دلوقتي. دي عصير وبيبقى طعمه جميل قوي. تعالوا بقى ايه، الاول بنشيل البذر كده من الليمون ونحطه زي ما هو كده. كده كده احنا بنصفي العصير، فايه فبالنسبة لنا عادي. هو مفيش مقادير غير دول، والبنجرة بقى اهي اللي بنعمله، بس ان احنا ايه بنقوم مقشرينها، مقشرينها بسيط كده. على فكرة تقدر تعملها مسلوقة وتضربها بالمية بتاعتها، لكن دي كده بتبقى فريش وبتبقى خفيفة في الطعم. في اكلات كتير قوي بترفع نسبة الحديد، زي الفاصوليا الخضراء، زي الجرجير، زي البقدونس، الورقيات كلها، ومنهم كمان اللي هو الايه البنجر. ده بيحتوي بصراحة على نسبة حديد عالية. ده بقى بينفع للناس اللي بيبقى مثلا حوامل وداخلين عندهم نسبة الحديد قليلة، وداخلين مثلا على ولادة، فبيلحقوا نفسهم ما يعلقوا محلول حديد، بيلحقوا نفسهم بايه بحاجات بقى تزود الدم والهيموجلوبين وكده. بصوا ما شاء الله، اكتر حاجة هنا في العصير عندي بيحتاجها السكر، السكر، وبعد كده نحط المية. ابتدي بقى ايه اضربهم. بعد كده اجيب مصفى ابتدي اصفي العصير. بصوا حبايبي، ده الطفل اللي طلع تمام. ممكن بقى لو مسلوق مش هيطلع كل ده، هتستفادي بيه اكتر. طعمه يا جماعة جميل بجد، طعمه حلو قوي، اتمنى تجربوه. وسريع مش بياخد منك وقت خالص، مشروب بسيط لرفع نسبة الحديد والهيموجلوبين في الدم، بيعالج الأنيميا في أقل وقت ممكن. ولسه في مشروبات تانية هقدمها لك وأكلات برضو، خليكي بس معايا في القناة، وأتمنى يا رب يكون وصفاتنا سهلة وسريعة على قلوبكم. شكراً.